لقد عشنا معا لسنوات طويلة، سأذهب حيثما تذهب. كانت هذه كلمات إيدا ستراوس لزوجها، إحدى أثرى النساء في تايتانيك لم ينتهي بها الأمر في قرب نجاة. اختارت إيدا البقاء إلى جانب شريك حياتها إيسيدور، وقبل لحظات من ذلك أعطت خادمتها هدية قيمة ربما أنقذت حياتها لاحقا. ولد إيسيدور وإيدا ستراوس في ألمانيا وهاجرا إلى الولايات المتحدة في أيام الطفولة، ومن ثم التقيا في نيويورك وتزوجا بعد 5 سنوات. أنجب الزوجان 7 أطفال، لكن لحسن الحظ لم يكن أي منهم على متن التايتانيك. عمل إيسيدور في متجر والده في أواخر سن المراهقة، ومن ثم أنشأ تجارة الخزف الصيني برفقة شقيقه، ومن ثم ازدهرت أعماله وتوسعت إلى قسم الأواني الزجاجية في ميسيس. وفي النهاية استحوذ الشقيقان على المتجر بأكمله وصارا من أصحاب الملايين. كان إيسيدور وإيدا شهيرين في نيويورك بفضل ثروتهما وأعمالهما الخيرية وحبهما العارم لبعضهما البعض. كلما ذهب إيسيدور إلى رحلة عمل حول الولايات المتحدة أو إلى أوروبا رافقته زوجته، وحينما لم تستطع ذلك تبادلا رسائل طويلة على نحو يومي. كان الزوجان يزوران ألمانيا مسقط رأسهما بين الفينة والأخرى، وفي سنة 1912 قررا الهروب من الشتاء القارس في نيويورك والسفر إلى أوروبا. مع حلول ذلك الوقت كانت قد مرت على زواجهما 40 سنة. قضيا معظم الوقت في جنوب فرنسا المشمسة، ومن ثم سافرا إلى مسقط رأس إيسيدور. في مطلع أبريل حان الوقت للإبحار إلى الديار في اتجاه نيويورك. كانا يسافران على متن تلك السفن البحرية الألمانية التي كانت مشهورة في الماضي، لكن هذه المرة الجميع ضج بالحديث عن السفينة الفاخرة الجديدة RMS تايتانيك. لم يستطيعا مقاومة رغبتهما في تجربتها، وقررا على الفور شراء تذاكر للدرجة الأولى، وفي 10 أبريل صعدا على متن أحدث سفينة لوايت ستار لاين، وكانت ستكون رحلة مدهشة. مكثت إيدا وإيسيدور في أحد الأجنحة الخاصة 39 في الجزء العلوي من السفينة، وكلفتهما التذاكر في ذلك الوقت $100,000 بأموال اليوم، ومكث بعض أثرى أثرياء العالم بجوارهما. قضى آل ستراوس الأمسيات في تناول العشاء على ألحان الأوركسترا في رواق يعج بالأثاث الراقي والألواح الخشبية المكلفة. كانا يلعبان الشطرنج والنرد ويزوران الجيم والمسبح، حتى أنهما دخلا ملاعب سكواتش على متن السفينة. لم تدم الرفاهية طويلا. في ليلة 14 أبريل التقت السفينة بأشهر جبل جليدي في التاريخ. كان اللقاء أشبه بهزة طفيفة ودوي خافت لا أكثر. لم يدرك الركاب بأنهم في خطر، حتى أن بعض المسافرين طفقوا يرمون كرات ثلج صنعوها من قطع الجليد التي سقطت على السطح. أخبر بحارة السفينة الجميع بأنهم سيكونون على ما يرام. وبعد لحظات أعلن القبطان إدوارد سميث بأن الوقت قد حان لوضع السترات الخاصة والصعود في قوارب النجاة. كانت القوارب 20 موضوعة في السطح العلوي. كان بالإمكان تحميل المزيد من القوارب، لكن مصممو السفينة ظنوا بأنها لا تناسب مظهر السطح. كان من المفترض أن يقوموا باختبار لتجربة قوارب النجاة في ذلك اليوم، لكنهم اضطروا بدلا من ذلك إلى تجربتها على أرض الواقع. لا يمكن سوى لمسافري الدرجة الأولى الصعود على متن قوارب النجاة. غادر آل ستراوس جناحهما الخاص وانتظر تعليمات من طاقم السفينة. كان أغلب الركاب لا يدركون مدى خطورة الوضع، وطلب الطاقم من المسافرين ألا يضيعوا تذاكرهم إذ سيحتاجونها عند عودة الجميع إلى سطح السفينة. لكن هذا لم يحدث قط. السفينة غارقة لا محالة. أعلن الطاقم بأنه لا يحق سوى للنساء والأطفال صعود قوارب النجاة. كان آل ستراوس واقفين بجانب قرب النجاة رقم 8، وعرض على السيد ستراوس الذي كان في 67 من العمر حينها مقعدا بجانب زوجته بسبب عمره، لكنه رفض وقال: لست عجوزا بما يكفي لأضحي بسيدة لأنقذ نفسي. أراد الانتظار والحرص على ألا يتركوا أي أطفال أو نساء خلفهم. ترددت إيلين بيرد الخادمة الجديدة لإيدا قبل الصعود على قارب النجاة، لكن إيدا طلبت منها الذهاب. كان هناك مكان لإيدا، وصرخت باقي النساء من الدرجة الأولى عليها حتى تنضم إليهن. استغرق الأمر 10 دقائق لملء كل قارب نجاة، وفي هذه الأثناء
تسنى لإيدا الوقت لتحديد مصيرها. نزعت معطفها الفاخر والجميل وأعطته لخادمتها التي ترتجف من شدة البرد. قالت إيدا بأنها لم تعد بحاجته، لكن قرب النجاة رفض المغادرة بدونها. حاول البحارة الإمساك بها وإجبارها على البقاء في القارب. وفي هذه الأثناء كانت أوركسترا تايتانيك لا تزال تعزف بعض الموسيقى في الخلفية. هذا جنوني. أفلتت إيدا من بين أيدي البحارة وظلت على سطح السفينة. كان إيسيدور يتوسل إليها للذهاب، لكنها رفضت تركه واختارت رفقته مهما كلفها ثمن. يتذكر جميع الناجين من القارب رقم 8 كلماتها الأخيرة التي تبرهن قوة الحب الحقيقي في وجه المآسي. لقد عشنا معا لسنوات طويلة، سأذهب حيث تذهب. استغرق الأمر ساعة كاملة حتى يهبط قارب النجاة الأول في المياه الجليدية. وآخر ذكرى من التايتانيك لعديد الركاب هي صورة إيدا وهي تقف متأبطة ذراع إيسيدور على سطح السفينة. أكثر من 200 راكب من الدرجة الأولى نجوا بحياتهم، وقال بعضهم أن الزوج ستراوس جلسا بهدوء على كرسيين على سطح السفينة، ممسكين بيدي بعضهما البعض ينتظران. وقضى 25 راكبا على متن قرب النجاة رقم 8 بقية الليلة يبحثون عن بر الأمان. كانوا يلاحقون ما خيل إليهم أنها أضواء إحدى السفن، لكن تبين أن قرب الإنقاذ قد جاء من الاتجاه المعاكس. كانوا محظوظين لأنهم عثروا عليهم أساسا. العديد من المسافرين بما في ذلك إيلين بيرد شاركت قصة إيدا وإيسيدور مع المراسلين، وقالت بأنهما شكل أهم ذكرى لها من تلك الليلة الفظيعة. وبعد شهر ذهب حوالي 30,000 شخص إلى حفل التأبين بمن فيهم عمدة نيويورك. لم يتفاجأ أحد بأن الزوجين قد ضحيا بحياتهما من أجل الآخرين. حاولت إيلين أن تعيد المعطف الشهير إلى أسرة ستراوس، لكنهم طلبوا منها الاحتفاظ به تكريما لذكرى إيدا. الشيء الوحيد الذي كان بحوزة آل ستراوس وظل موجودا هو تعليقة من الذهب والعقيق احتفظ بها إيسيدور في جيب الساعة، وكانت تضم صورتين، صورة لابنهما الأكبر وابنتهما الكبرى. كانت التعليقة محكمة الإغلاق ولم تتلف الصورتان بالمياه. ظلت بعض الجواهر من التايتانيك سليمة حتى بعد 70 سنة وجدت بعثة في سنة 1985 قلادات وخواتم وبروشات وأزرار أكمام وساعة جيب صدئة توقفت على الساعة 1:45 بعد منتصف الليل. كان هذا التوقيت حوالي الوقت الذي غرقت فيه السفينة في أعماق البحر. حرص جامع كتب على متن تايتانيك بأن تصعد أمه وخادمتها في قارب نجاة، لكن لم يحالف الحظ وعثروا بين أمتعته على 400 كتاب قديم ونادر. كان وايدنز عائدا من نيويورك بعد رحلة تكللت بنجاح لجمع الكتب. ذلك الكتاب الصغير ملقا في مكان ما في قاع المحيط مع 7 ملايين رسالة بريدية كانت التايتانيك تنقلها. إحدى الرسائل كتبها مسافر من الدرجة الأولى لأمه قبل يوم من غرق التايتانيك. كانت الرسالة الوحيدة التي كتبت على متن السفينة ونجت من المياه الجليدية للمحيط الأطلسي. عثر عليها مطوية في دفتر مذكرات داخل جيب. مسافر آخر من الدرجة الأولى كان عالم كيمياء من أصول ألمانية يسافر إلى نيويورك لافتتاح متجر عطور. كل ما تركه الراكب هو كيس مليء بعينات العطور. بينما كانت التايتانيك تغرق ظل عازف الكمان ويلس هارتلي وأفراد الأوركسترا يعزفون حتى النهاية. حينما أدرك هارتلي بأنه لن ينجو قرر إنقاذ أغلى شيء يملكه، آلة الكمان، ودعها في حقيبة من الجلد حتى تطفو. وبعد 10 أيام وجدوها وقد أتلفها المحيط. احتفظت بها خطيبته، وبعد سنوات بيعت في مزاد علني مقابل 1.7 مليون دولار. لا تزال من أهم الآثار التي خلفتها التايتانيك. لم يحالف الحظ أعظم 5 بيانوهات لا تزال في مكان ما في الأسفل. نجح الغواصون في إنقاذ قطعة من المعزوفة كانت أغنية من مسرحية برودواي، ولا يزال من الممكن قراءتها رغم أنها قبعت تحت الماء طوال 70 سنة. يرجح أن السيارة الوحيدة على متن تايتانيك تساوي ملايين الدولارات في وقتنا الحالي، سيارة رينوسيبي كوبي ملك لمسافر من الدرجة الأولى يدعى ويليام كارتر. ومن الواضح أنها لم تنجو، لكن كارتر نجا مع أسرته من تلك الليلة المشؤومة، وحتى أنهم طلبوا شركة التأمين بتعويض قدره 5,000 دولار. كانت جديدة تماما. ساق الحظ سيء لاعبين أسطوريين هزا عالم التنس للتقابل على متن التايتانيك
السفينة غير القابلة للغرق في عام 1912. وبالصدفة المحضة اجتمعا ثانية في ملعب التنس في مواجهة ضد بعض. سأسرد لكم تفاصيل الحدثين. ولد ريتشارد نوريس ويليامز في يناير من عام 1891 في جنيف. نشأ في سويسرا لكن والديه أمريكيان، وهو في الواقع أحد أقارب بنجامين فرانكلين. وفي عام 1912 كان عمر ويليامز 21 سنة، وكان متشوقا إلى بدء رحلته عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة بعد قبوله في تخصص التاريخ والجيولوجيا في جامعة هارفارد التي لا يفصل بينه وبينها سوى المحيط فقط لا غير. لكن قبل بدء حياته الجامعية كان قد خطط لشيء آخر. أحب لعب التنس وكان لاعبا رياضيا ماهرا، لذا قرر السفر مع أبيه على أن تلحق بهما أمه لاحقا، وهذا ليشارك في بضع بطولات. سافر ويليامز مع والده على متن قطار من جنيف إلى تشيربورغ في فرنسا، أو كما يقول الفرنسيون شيربورغ، حيث استقلا سفينة التايتانيك. في هذه الرحلة رأى ويليامز وجها مألوفا له في إحدى العربات. كان لاعب تنس آخر معروف يدعى كارل بير. التقت عينا الرجلين للحظة في القطار، غير مدركين أن القدر على وشك الجمع بينهما بطريقة لا تخطر على البال. كان عمر بير أنذاك 26 سنة. ولد في عام 1885 في بروكلين بنيويورك، وأنهى دراسة القانون في جامعة ييل. وقبل رحلته على متن التايتانيك بعامين أدى امتحان نقابة المحامين، لكن مثل ويليامز عشق بير التنس أيضا. كان مشهورا في عالم التنس لتمثيله الولايات المتحدة في نهائي كأس ديفيز عام 1907، لكن للأسف خسر في نهائي الزوجي في ويمبلدون في العام نفسه. لكن رحلة بير على متن التايتانيك كانت لسبب شخصي أكثر من ويليامز. وقع في حب صديقة أخته هيلين نيوسام، وكان ينوي التقدم لخطبتها، لكنه واجه صعوبة في ذلك، فعائلتها كانت معارضة لهذه العلاقة تماما. كانت هيلين من أوهايو، وقرر والدها اصطحابها في رحلة أوروبية طويلة لإبعادها عنه وعن الولاية بأكملها. لكن عندما علم كارل بذلك غير جدول أعماله وانضم إلى هيلين. بعد انتهاء هذه المغامرة الأوروبية كان الجميع سيعودون إلى الولايات المتحدة معا على متن السفينة التي لا تغرق. كان بير من ركاب الدرجة الأولى، وأقام في المقصورة سي 148، كما أقام ويليامز ووالده في الدرجة الأولى في سقيفة سطح السفينة. كلفت التذاكر التي اشتروها لكل جناح 30 جنيها استرلينيا، ويعادل هذا 2880 جنيها استرلينيا في الوقت الحالي. بعد أيام قليلة من إبحار السفينة وقعت الكارثة عندما اصطدمت التايتانيك بالجبل الجليدي. وعندما اتضح مصير السفينة عم الذعر وطلب من الركاب صعود قوارب النجاة. لم يرغب كارل بير بترك الآنسة نيوسام، لذا ذهب معها ومع والديها إلى قارب النجاة رقم 5. لكن كانت هناك قاعدة متبعة في أولوية ركوب قوارب النجاة. النساء والأطفال صعدوا أولاً، ثم ملئت قوارب النجاة الأخيرة إن وجدت بالرجال. على سطح السفينة قابل بير ورفاقه بروس إزماي، المدير الإداري لشركة وايت ستار مالكة التايتانيك. حالما رآهم نصح الجميع بصعود قارب نجاة. بهذه الطريقة استطاع بير الذي بدا كرجل قوي التجديف بالقارب مع بقية الرجال. لكن كانت أمسية ويليامز أكثر صعوبة، فقد حاول مع والده توجيه أكبر عدد ممكن من الركاب إلى قوارب النجاة، ولأن معظم القوارب لم تكن مستوية فقد اضطرا للوقوف على الحافة ومساعدة الناجين على الركوب. بعد إنزال آخر قارب في المحيط اتجه الرجلان إلى جسر القبطان، وفي لحظة ما وقفا على سطح السفينة وألقيا نظرة سريعة على الأضواء الصغيرة المنبعثة من قوارب النجاة المبتعدة. كانا يحاولان العثور على طريقة للنجاة، لكن كانت السفينة قد بدأت في الغرق وانخلعت مدخنة عملاقة وتوجهت نحو ويليامز وأبيه. قفز ويليامز بيأس لتفاديها وسقط في المياه المتجمدة. اصطدمت المدخنة بمياه قريبة من ويليامز،
مما دفعه مسافة أبعد، ثم وجد نفسه متشبثا بقارب نجاة مقلوب. كان القارب أي القابل للطي. تمكن ويليامز في النهاية من صعود القارب والوقوف عليه. كان يرتدي معطف فرو سميك وزوج حذاء، وخلع كل ذلك بمجرد خروجه من الماء. بعد البقاء في المياه المتجمدة لبضع ساعات، نقل ويليامز مع بضعة ركاب آخرين إلى قارب النجاة رقم 14. ولأن المياه المتجمدة غمرت أجسام الناجين من القوارب القابلة للطي من أسفل الخصر لمدة طويلة، فقد احتاجوا رعاية طبية فورية. نقل ويليامز إلى سفينة كارباثيا بمجرد وصولها، وصدم الطبيب عند رؤية ساقيه. شعر ويليامز بآلام شديدة أسفل ركبتيه، وكان لون ساقيه بنفسجيا غامقا. أخبره الطبيب أنه يجب بتر ساقيه لإنقاذ حياته، لكن ويليامز رفض ذلك. صادف أن كارل بير كان على متن هذه السفينة أيضا، لكنه كان سليما. كان الرجل يساعد الناجين الآخرين عندما التقى بويليامز. ذكر ويليامز أن بير عامله بلطف كبير، شعر بشجاعة أكبر، وبدأ أخذ خطواته الأولى على سطح سفينة كارباثيا. لم يرغب بإنهاء مسيرته في التنس، لذا قاوم الألم واستيقظ كل ساعتين للتجول وتنشيط الدورة الدموية في ساقيه. ومع الوقت تحسنت صحة ويليامز. بعد وصول السفينة إلى نيويورك أخذ إجازة للتعافي تماما، وبعد 6 أسابيع عاد للعب التنس. وبعد انتهاء البطولات بدأ دراسته في جامعة هارفارد، وازدهرت مسيرته في رياضة التنس. منذ عام 1914 وحتى 1916 حاز ويليامز على لقب بطل الولايات المتحدة الفردي في التنس، وفي عام 1920 استحوذ مع السيد غارلاند على لقب بطل ويمبلدون الزوجي، وفي عام 1924 فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في الزوجي المختلط رغم إصابته بالتواء في كاحله. ازدادت شهرته مع السنين، وبدأت وسائل الإعلام تكتب مقالات عن إنجازاته الرياضية حول العالم. وأول مرة تواجه فيها بير مع ويليامز ضد بعض في مباراة كانت في عام 1912، بعد فترة وجيزة من مأساتهما المشتركة على السفينة الغارقة. فاز بير في هذه المباراة، وكانت أول خسارة لويليامز في أمريكا. بعد هذه المباراة واصل ويليامز التدريب، وفي المباراة العودة بعد سنتين قلب ويليامز النتيجة لصالحه وأصبح البطل. وبعد انتصاره على بير في مباراة ربع النهائي واصل ويليامز الفوز وحاز على اللقب للمرة الأولى في حياته. أصبح أحد أفضل لاعبي التنس في عصره، فقد ربح كأس ديفيس 5 مرات وويمبلدون الزوجي وبطولة أمريكا المحلية 2 مرات. منح كلا الأسطورتين مكانا في قاعة مشاهير التنس الدولية، وفي حين أن رياضة التنس احتلت جزءا كبيرا من حياة كليهما، لكن لم يقتصر نجاحهما عليها. فبعد انتهاء مسيرتهما الرياضية أصبحا خبيرين ماليين مرموقين. تخلى بير عن حياته المهنية في المحاماة واهتم بالمجال المصرفي، وفي وقت قصير أصبح مدير شركة إنتر كيميكال. المثير للاهتمام هنا أن ويليامز سلك طريقا مشابها، فقد أصبح مصرفيا استثماريا وتولى منصب رئيس الجمعية التاريخية في بنسلفانيا. وبعد عدة سنوات من الحادثة صدر كتابان يحكيان قصتي الرجلين على التايتانيك. لم يعلم أي أحد عن لقاءاتهما أو صداقتهما. كانت أوجه الشبه بينهما غريبة وخارقة، كما يقول المثل الشعبي فولة وانقسمت نصين. لم يهتم كلاهما بإنجازاته في مجال التنس كثيرا، بل استمتعا باللعب فحسب، لكنهما لم يتحدثا أبدا عن الوقت الذي قضياه على متن التايتانيك. ينسل شعاع ضوء كهربائي ليخترق الظلام الذي يعم مياه المحيط الأطلسي الهادئة، وتشق تايتانيك طريقها بهدوء عبر الأمواج وركابها نيام. وفجأة يكشف شعاع الضوء عن شبح أبيض عملاق، الجبل الجليدي المشؤوم على وشك تحطيم جانب سفينة الأسطورية. 14 أبريل 1912، يومان فقط قبل التقاط أحدهم صورة جبل جليدي عملاق بيضاوي الشكل على نحو غير عادي، تبين أن هذا الجبل الجليدي تشكل على الأرجح من الثلوج المتراكمة منذ حوالي 100,000 عام.
استخدم الباحثون نموذجا حاسوبيا لاكتشاف أصله، فقاموا بتوظيف بيانات من عام 1912 وأضافوا إليها بعض المعلومات الجديدة عن الرياح وتيارات المحيط، وتوصلوا إلى أن الجبل الجليدي ربما كان جزءا من مجموعة صغيرة من الأنهار الجليدية جنوب غرب غرينلاند. أصبح بإمكاننا هذه الأيام حساب مسارات تلك الجبال الجليدية في أي وقت من الماضي، وقد تبين أن الكتلة الجليدية المشؤومة كانت في طريقها من غرينلاند إلى منطقة ما جنوب كورنويل. لو أن سفينة مرت من نفس المنطقة بعد يومين فقط لكان الجبل الجليدي قد ابتعد بكثير عن موقع الحادثة المروعة. يعتقد أن وزن هذا الجبل الجليدي الأشهر في العالم 75 مليون طن، لكنه بدأ يذوب ببطء بمرور الوقت حتى أصبح وزنه حوالي 1,500,000 طن فقط يوم الحادثة. كان الجبل الجليدي قد فقد معظم كتلته بالفعل، ومع ذلك كان ضخما وفتاكا. عندما غرق التايتانيك كان ارتفاعه 120 مترا، يظهر منها أكثر من 30 مترا فوق سطح الماء. هناك من يعتقد أن ظاهرة القمر العملاق هي سبب غرق تايتانيك. شهدت تلك الليلة حدثا قمريا نادرا لم يحدث منذ 1400 عاما حينها. في الظروف العادية لم يكن الجبل الجليدي لينتقل إلى الجنوب كل هذه المسافة دون أن يذوب ويفقد جزءا هائلا من كتلته، لكن ربما تسبب القمر العملاق في حدوث تيار مد مرتفع غير عادي سحب الجبل الجليدي بعيدا عن النهر الجليدي بوتيرة أسرع من المعتاد. يوجد نوع معين من البكتيريا تتغذى ببطء على بقايا سفينة تايتانيك، وربما سيختفي الحطام بالكامل في وقت ما بسبب تأثير الأملاح وتيارات المحيط ودرجات الحرارة شديدة الانخفاض، بالإضافة إلى تلك الكائنات الدقيقة الآكلة للصدأ. كانت الممثلة الأمريكية دورثي جيبسون على متن سفينة تايتانيك وقد نجت من الحادث. عندما وصلت إلى نيويورك بدأت مباشرة تصوير فيلم بعنوان ناجية من تايتانيك. عرض الفيلم بعد شهر واحد فقط من غرق سفينة، وفي الفيلم ظهرت الممثلة بنفس الحذاء والملابس التي كانت ترتديها يوم الكارثة. حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، لكن نسخته الوحيدة المعروفة تعرضت للتلف جراء حريق. قبل 14 سنة من غرق سفينة تايتانيك نشرت رواية قصيرة بعنوان عبث فوتاليتي، بدت أنها تنبأت بالحادثة بحذافيرها. تدور أحداث رواية حول سفينة خيالية اسمها تايتان تغرق خلال رحلتها. كانت سفينة تايتان بنفس حجم تايتانيك تقريبا، وكلتاهما غرقتا في شهر أبريل، وكان سبب غرق تايتان اصطدامها بجبل جليدي أيضا. والمفارقة أن السفينتين الحقيقية والخيالية وصفتا بأنهما غير قابلتين للغرق، وكلتاهما كانتا مجهزتين بالعدد القانوني من قوارب الإنقاذ التي تبين لاحقا أن عددها لم يكن كافيا على الإطلاق. كلنا شاهدنا الفيلم، لكن هل تعلم أن سفينة تايتانيك شهدت بالفعل عددا من قصص الحب الواقعية؟ كان على متن رحلة تايتانيك 13 زوجا وزوجة في شهر العسل، نذكر من بينهم مالكي متجر مايسي في نيويورك. عندما بدا غرق تايتانيك أمرا محتوما رفضت الزوجة ركوب قارب نجاة بدون زوجها الذي رفض ليفسح المجال للنساء والأطفال أولا. عندئذ أعطت الزوجة معطفها لخادمتها وأصرت على أن تركب قارب النجاة وحرصت على أن تشعر بالدفء، أما هي ففضلت أن تلازم زوجها حتى النهاية. يعتقد البعض أن تايتانيك غرقت بسبب مومياء وليس الجبل الجليدي. بدأ الأمر قبل 1000 عام من الميلاد تقريبا بامرأة غامضة تعيش في مصر في مدينة طيبة. لم يعرف الناس عنها شيئا، لكنهم لقبوها بالكاهنة. وضعت مومياؤها في تابوت خشبي وأغلق بغطاء كبير يحمل صورة وجهها مع بعض النقوش الغامضة. ظل المكان مخفيا حتى النصف الأول من القرن 19، عندما وصلت مجموعة من السكان المحليين إلى المكان بالمصادفة، ويبدو أنهم أزعجوا الكاهنة. لا أحد يعرف كيف حدث ذلك، لكن المومياء اختفت في ذلك اليوم دون أثر. وبعد عقود سافر مجموعة من الأصدقاء الأثرياء من إنجلترا إلى مصر وعثروا على التابوت الذي يحمل صورة الكاهنة فارغا، وبدأ أن عينيها الداكنتين في الصورة تنظران إلى الفراغ. قرر أحد أفراد المجموعة شراء التابوت، إلا أنه اختفى في نفس الليلة قبل أن يحصل عليه، كما أن كل الأصحاب تعرضوا لبعض الحوادث. انتقل التابوت من مكان إلى آخر بضع مرات حتى انتهى به المطاف، كما يعتقد البعض على متن تايتانيك.
استغرق الأمر أكثر من 70 عاما حتى يعثر روبوت غواصة على حطام السفينة الأسطورية. يرقد الحطام على عمق يصل إلى 4000 متر في قاع المحيط الأطلسي منقسما إلى نصفين. لكن لماذا تحطم هيكل السفينة إلى نصفين؟ لا أحد يعرف بالضبط. يعتقد البعض أن سبب حدوث ذلك هو دخول المياه إلى السفينة عند اصطدامها بالجبل الجليدي. كان الضغط قويا وهائلا لدرجة فصلت هيكل السفينة إلى جزئين، بدءا من هيكلها السفلي. ويقول آخرون إن السبب يرجع إلى مسامير تثبيت هيكل السفينة، لأنها كانت تحتوي على تركيز عال من المخلفات أو الأشابات، وهو ما قد يتسبب في تشقق المعادن. بشكل عام كانت في السفينة العديد من العيوب، بدءا من تصميمها. لم تكن حواجز المياه محكمة الغلق، مما سمح بتدفق المياه بين أقسام السفينة وغرقها في نهاية المطاف. كما تعرضت مسامير تثبيت هيكل السفينة المعدنية وهيكلها الفولاذي نفسه للتلف بسبب تركيزات الكبريت العالية ودرجات الحرارة المنخفضة وسرعة السفينة العالية. تحطم الفولاذ وخرجت مسامير التثبيت من مكانها بسهولة، ولهذا السبب كانت وتيرة غرق تايتانيك أسرع ب 24 مرة من الزمن المتوقع لغرق سفينة مماثلة. لو أن الاصطدام بالجبل الجليدي وقع بمقدمة السفينة بدلا من الجانب لربما لم تغرق من الأساس. كيف يعقل أن أفراد طاقم السفينة لم يستعينوا بالنواظير المكبرة؟ بالتأكيد كانت ستساعدهم في رصد الجبل الجليدي مبكرا، وربما كانوا سيتمكنون من تجنب الكارثة. في الواقع كانت النواظير على متن تايتانيك محفوظة في خزانة مقفلة لا يحمل مفاتيحها إلا فرد واحد، ومن قبيل المصادفة نقل ذلك الفرد من السفينة قبل إبحارها مباشرة، وقال لاحقا إنه نسي تسليم المفاتيح لشخص آخر. لكن حتى بدون هذه النواظير كان من الممكن أن يتاح للقبطان كل الوقت اللازم لتغيير مسارها وتجنب التصادم لو تم تنبيهه. لكن المصيبة العظمى أن هناك من حذره بالفعل. قبل ساعة تقريبا من وقوع الحادث أرسلت سفينة SS كاليفورنيان القريبة نسبيا من موقع تايتانيك إشارة تحذير تطلب من القبطان التوقف بسبب وجود كتل جليدية كثيفة. لكن لم تصل إشارة التحذير إلى قبطان تايتانيك، وذلك لأن عامل الراديو لم يعتقد أنها إشارة طارئة وفقا لأحد الخبراء. ولاحقا قال طاقم سفينة SS كاليفورنيان إنهم لم يتلقوا إشارات الاستغاثة من سفينة تايتانيك لأن عامل الراديو لم يكن مداوما. يقول البعض إن أفراد طاقم سفينة تايتانيك لم يرصدوا الجبل الجليدي في الوقت المناسب بسبب نوع من الخداع البصري. ربما تسببت الظروف المناخية في تلك الليلة في حدوث ظاهرة الانكسار الفائق جعلت الجبل الجليدي غير مرئي. وتدعم هذه النظرية حقيقة عدم رؤية أحد للجبل الجليدي حتى أصبح قريبا جدا من السفينة لدرجة يستحيل معها تفادي التصادم. مرت أقل من دقيقة بين لحظة رؤية الجبل الجليدي ولحظة التصادم. لم يكن أمام أفراد الطاقم سوى 37 ثانية فقط للمناورة، وقد استغرقت سفينة تايتانيك 2:40 حتى تختفي تحت أمواج المحيط.